كما اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين بمدينة نيويورك مع السيدة بيتسي بيرنز كورن رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة اليهودية الأمريكية وعدد من أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي بين وزارة الخارجية واللجنة العامة اليهودية الأمريكية في إطار أهداف اتفاق المبادئ الإبراهيمية وسبل دعم الجهود الرامية إلى نشر السلم والأمن والاستقرار الإقليمي وتكريس قيم التسامح والتعايش الإنساني لما فيه خير وصالح شعوب المنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.